والآن مشاهدينا الكرام نتوقف معا وأخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. أخبار الاقتصاد مع رغدة أبو ليلى، إليك رغدة. شكرا لكم هبة حسين وأميمة تمام. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. قال وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملا إن الحكومة المصرية أعطت الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية. وأكد وزير البترول خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة أن الغاز المصري يلعب دورا مهما في تأمين جانب من احتياجات دول أوروبا من الطاقة من خلال تصدير الغاز الفائض. وخلال كلمته في الاجتماع الوزاري غير العادي للمنتدى والذي عقد قبيل القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في إطار التحضيرات للقمة، قال وزير البترول إن مصر ستستضيف الاجتماع الوزاري للمنتدى هذا العام من أجل دعم التزام الدول المشترك بأهمية الغاز الطبيعي باعتباره الوقود المناسب لتحقيق تحول واقعي للطاقة. أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام، حيث حقق معدلات نمو وصلت إلى 8.3% مقارنة ب 2% العام الماضي. وأكدت الوزيرة استمرار حالة عدم اليقين من الاقتصادات العالمية رغم تخفيف القيود في بعض الدول واستمرار تفشي بعض سلالات كورونا عالميا مما يلقي بظلاله على اضطرابات سلاسل الإمداد وما أثر على ارتفاع معدلات التضخم وكذا السياسات النقدية للبنوك المركزية. بنشهد الفترة دي حالة كبيرة من عدم اليقين ما زالت مستمرة منذ ظهور الجائحة والتحورات السلالات المتحورة المختلفة مع بعض الاضطرابات الجيوسياسية اللي بتحصل في المنطقة، كل ده بيؤثر على حالة عدم اليقين الموجودة، أثر على معدلات النمو على مستوى العالم، أثر على أيضا معدلات التضخم نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، وده اللي بنقول عليه في حالة من التعافي غير متكافئ بيبقى في طلب بعد التعافي الصحي وفي نفس الوقت الانتاج مش كافي، فده بيؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم. صراحة هيكاري احنا ابتديناه في 2016 والتركيز على يعني تقويه الاقتصاد المصري، وكمان في ظل جائحه كورونا الحكومه ما استنتش فتره طويله علشان تتخذ اجراءات معينه لتحسين الوضع الاقتصادي، لا بالعكس في بدايه الجائحه كان في يعني رد فعل قوي من الحكومه المصريه لمواجهه تحدي الوباء. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا يشير إلى تحول شاشات مختلف البورصات العالمية إلى اللون الأحمر بسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية. وأوضح الرسم توضيحي تسجيل المؤشرات الرئيسية بالبورصات الأمريكية واليابانية والأوروبية تراجعا جماعيا إلى أدنى مستوى، مما دفع بأموال المستثمرين للهروب إلى الملاذات الآمنة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ 9 أشهر. وأشار مركز المعلومات إلى أن المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي سيطرت على أسعار النفط التي قفزت لأعلى مستوياتها منذ عام 2014، في حين تباين أداء العملات الرئيسية مع تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 15 شهراً. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب. وتراجع رأس المال السوقي نحو 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.450 مليار جنيه.
أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.73% بالمئة ليغلق عند مستوى 11302 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.5% بالمئة ليغلق عند مستوى 1939 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 2920 نقطة. قال وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد أشريعان إن عجز الموازنة الكويتية لعام 2021-2022 تراجع بنسبة 67% ليصل إلى 3 مليارات دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي على أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف يشعل المضاربات، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها مبالغ فيها وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة وأميمة، إليكم. أشكرك رغدة.